عدد وعنده بير بترول كبير. وفي ليلة كنت ماشي في الشارع لقيت ولد شكله غلبان، مدت ايدي في جيبي اطلع له فلوس اديه احسان. بصيت في وشه لقيته صاحبي اللي قال لي ان باباه راجل غني وراجل عظيم. سألته على اللي حصل معاه، اكتشفت انه كذاب، ان كلامه كله غلط. طلع باباه راجل فقير كل يوم بيشيل زلط. من ساعتها مش بكلمه، مش علشان هو فقير، لكن عشان طلع كذاب وقعد يسرح بيا كتير. بابايا قال لي ان احنا لازم نكون على طول صادقين، اصل الكذب ملوش رجلين وانا ما بحبش الكذابين. والاستاذ طلب مننا نكتب عن موضوع خطير. دورت على الكراسه في الشنطه ما لقيتهاش، دورت تاني واكتشفت بعد شويه اني حضرت جدول تاني. والاستاذ بص عليا قال لي فين كراستك يا ابني، واتلخبطت وقلت اكيد 100% هيعاقبني. صاحبي قال لي اكتب عليه قول اتسرقت مني الشنطه او واحد خطفها مني وانا واقف على المحطه. لكن افتكرت كلام بابايا اني لازم اقول الحق، قمت وقلت على الحقيقه ما انا مش بكذب ابدا لا. واتعاقبت ساعتها صحيح، لكن كان جوايا فرح اني عرفت اقول الحق وهو ده عين الصح. فعلا الحل في اللسان.